يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور هل ورد؟ نعم. يقول تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور هل ورد عليه دليل أم أنه من باب سد الذريعة فقط؟ يا سبحان الله، ما ورد عليه دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تصلون عندها. المسجد ما هو خاص بالمبني، المسجد الصلاة عندها، من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الصلاة عند القبور ما اتخاذ لها مساجد، ولو ما عليها مساجد مبنية لا يجوز هذا، نهى عنه الرسول في أحاديث كثيرة، وأخبر أنه من فعل اليهود والنصارى. نعم.